السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامجنا وبرنامجكم نكهة خاصة بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج نكهة خاصة النهاردة، ومعانا طبعا الدكتورة زهراء أخصائية التغذية. مرحبا بك يا دكتورة. مرحبا بك يا شيخ محمد، مساء الخير عليك ومساء جميل على كل تابعوا نكهة خاصة. حلقة إن شاء الله الليلة حتكون مميزة مع أطباق شهية ولذيذة، وحنوضح لكم فيها القيمة الغذائية المتكاملة المحتاج لها بيحتاج لها أجسامنا بالذات خلال فصل الخريف المتقلب في الأجواء بتاعته يا شيخ محمد. إن شاء الله دكتور. النهاردة طبعا عاملين يوم شعبي شوية. أيوة. عاملين مع بعض طبق الكشري طبعا المميز من الأكلات الشعبية المشهورة جدا، وعاملين كمان الرز بلبن معاه طبعا بتشكيلة برضو مختلفة، ممكن مع الآيس كريم مع المكسرات مع اي حاجه انت بتحبيها طبعا تضيفي عليها مع الفواكه. كل ديت ممكن تستعمليه مع الرز بلبن، بتعملي منه تشكيله حلوه جدا بيناسب مع طبق الكشري، بتكون حاجه مهدئه شويه يا دكتور. طبعا الكشري بيبقى فيه شطه وخل واضافات كتيره جدا. وعندنا كمان النهارده عصير برده مميز جدا للناس اللي ما بتاكل برده السكريات، ممكن تعمل معاه عصير الموز مع الشوفان والزبادي، عصير مميز جدا ان شاء الله مع بعض. وهنعمل طبق طماطم كده مشكل ان شاء الله مع الشطه والبهارات ان شاء الله. تمام. دي هتكون اطباق النهارده ان شاء الله. تمام ان شاء الله. وكمان برضو يا ريت كل المتابعين معانا تواصل معنا على الارقام اللي حطتها اسفل الشاشه، وكمان على صفحتنا على الفيسبوك سودانيه.tv. متوقعين كل المشاركات بتاعتكم وكل اسئلتكم وكل اقتراحاتكم، وكمان برضو راسلونا اطباقكم او ابداعاتكم على اطبخ وارسل على الفيسبوك سودانيه24.tv. ان شاء الله دكتوره. طب النهارده احنا هنعمل هنبتدي مع بعض اول حاجه مع بعض طبق الكشري، لانه طبعا فيه مكونات كثيره جدا مع بعض. خلونا نشوف مع بعض المكونات ونرجع مع بعض مره ثانيه. رجعنا مع بعض مره ثانيه بعد ما شفنا طبعا مكونات الكشري، وشفنا مع بعض ان هو في كذا نوع من الصلصات الدكتوره بتقدم معاهم، في صلصه الثوم الابيض، وفي صلصه الشطه، وفي صلصه الكشري الاساسيه بالطماطم. تمام. ديت بتكون ثلاث صلصات دايما لما بنخش اي محل او بنحب ناكل كشري بيكون عندنا ثلاث انواع من الصلصات بتقدم معاهم. كمان المكونات نفسها بتاع الطبق الكشري مكونات كتيره جدا يا دكتوره، وممكن من الانواع المشبعه، يعني ممكن ما بتشبعي منها مره واحده بتفضلي تاكلي منها، من الحاجات المشهيه جدا الاكلات الشعبيه بالذات. تمام. طبعا احنا بنتكلم فيها عن مكرونه، اي انواع من المكرونه، في صنف او صنفين مكرونه. بتسلقي المكرونه طبعا زي ما اتفقنا،
بتخلي المايه تغلي، بعد كده تضيفي معلقه ملح، معلقه زيت، وبعد كده تضيفي المكرونه. بتاخد معاكي بالظبط يا دكتوره 7 دقائق. بناخدها نبرد عليها كويس جدا، وبعد كده نعمل عليها شويه زيت صغيرين عشان تفضل معاكي لمعه وفي نفس الوقت ما تتمسك مع بعض. تمام. ده بالنسبه لاول مكون معانا المكرونه. بنعمل مع بعض برده الرز الابيض العادي مع الشعريه او رز ابيض ساده، بس طبعا بتعمليه بالطريقه ديت الافضل ان انت يكون فيه شعريه، بيديها طعم ومذاق ممتاز جدا. يعني انت بتحطي كوبايه شعريه مثلا مع 3 كوبايات رز، بتقلبيهم مع بعض يتحمصوا كويس، وبعد كده تروحي نازله عليها بميه سخنه وشويه ملح وفلفل صغيرين. ده المكون الثاني، يبقى مكرونه ورز. بعد كده بنعمل المكون الثالث مع بعض اللي هو العدس بجبه او العدس البني بالطريقه دي، برده زي ما اتفقنا بننقعه كويس جدا او بتغسل كويس جدا مرتين ثلاثه، بعد كده تنقعيه في ميه نظيفه عشان يبقى معاكي بالشكل ده. تنزليه في ميه سخنه برده مع معلقه ملح بسيطه، واول ما يطلع تديله معلقه شمار كويسه جدا، بتديك نكهه حلوه جدا مع العدس. تمام. يعني الحاجات الصغيره اللي احنا بنقول عليها ده يا جماعه هي اللي بتديك النكهه المميزه للكشري. ناس كتير بتحب تعمل الكشري لكن ما بيبقاش بيقول لك ما بلاقيه زي طعم المحلات. أيوة. الحاجات الصغيره ديت هي اللي بتديك الطعم المميز، اللي هي طريقه السلق المكرونه، طريقه نوع الرز اللي انت عاملاه معاها، وكمان العدس البني او العدس بجبه بالطريقه دي. اول ما يطلع من النار وهو سخن تديله معلقه شمار، تمام، عشان يديك نكهه حلوه جدا مع العدس. تمام. دي حاجه. بعدين عندنا كمان البصل طبعا، وده اللي الناس بتطلب منه كميات كبيره جدا بنلاقيه على طبق الكشري من فوق، البصل المحمر. بيقابلهم مشكله كبيره برضو ان انت البصل ما بيطلع معاكي بيلين بعد ما بيطلع من النار. تمام. بيكون مقرمش. اه ما بيكون مقرمش يا دكتور. طريقه تقطيع البصل يا جماعه، حاولي تقطعي البصل بالطريقه العرضيه عشان بعدين لما تيجي تفكيها، احنا طبعا بننقعه شويه في ميه، بعدين تنشيليه من الميه، تحطي عليه شويه دقيق وشويه ملح صغيرين او كورن فلاور، تقلبيهم مع بعض معلقه بسيطه جدا مع مثلا كوبايه دقيق، تقلبي فيها البصل ده، وبعد كده تنزليه في زيت سخن، تنزليه شويه، تقلبيه لحد ما يبقى لونه ذهبي اللي احنا شايفينه ده، وبعدين تطلعيه. أيوة. تمام. برضو بتسيبيه يصفي شويه، بعد كده تروحي حطاه على مناديل برضو عشان تاكيدا ان ما فيهوش اي ماده دهنيه. تمام كده. ده رابع مكون معانا اهو. بعد كده خامس مكون هنعمل مع بعض العدس او الكبكبيه، الحمص، في اسماء مسميات كتيره جدا ممكن تتعمل عليها يا جماعه، بس الطريقه نفسها بتاعت السلق عشان ما تعملش معاكي القشره، زي ما اتفقنا تنقعيه اقل حاجه 8 ساعات، بعد كده تروح حطها في ميه سخنه مع شويه ملح، وبعد كده تبرد عليه برده كويس جدا عشان الحراره بتغير لونه. يعني انت لو ما بردت عليه كويس جدا بيتغير لونه، بيبقى لونه غامق شويه يا دكتور. تمام. ده بالنسبه للحمص او الكبكبيه. تمام. دي كلها مكونات اساسيه بنعمل بيها طبق الكشري. مكوناته متعبه بس طبعا فيها متعه كبيره جدا ساعه الاكل، وفي نفس الوقت في المطبخ بتلاقي نفسك انت مسحومه طول اليوم، بس الاكله مشبعه وبتكفي عدد كبير جدا من الناس. تمام. تمام. يبقى العدس بجبه، المكرونه، الرز بالشعريه، ومعانا البصل المحمر، ومعانا كمان الكبكبيه او الحمص. دي الاصناف الاساسيه اللي احنا بنشوفها دايما في طبق الكشري. تمام. بالاضافه للصوصات المختلفه. الصوصات طبعا يا دكتوره هنعملها مع بعض دلوقتي على النار بالشكل اللي احنا هنشوفه ده. احنا اول حاجه طبعا في طبعا النهارده عشان عاملين رز بلبن، برده نشرح حاجه بسيطه كده عشان نضيفها بعد ما نشوف برده المكونات. أيوة. احنا يا جماعه بنحط كوبايه مثلا رز مع ميه، بنخليها تستوي تتسلق كويس جدا، بعد كده نضيف الحليب. في ناس بتحب تسلق يا دكتوره الرز في الحليب، ده كده بيأثر معاكي وبيمرر معاكي كمان طعم الرز وما بيستوي معاكي بسرعه. الافضل ان انت تخلي الرز الحبه تستوي كويس جدا، سواء بقى تعمليه سليم او هتجرشيه في الخلاط، في ناس بتحبه مكسر. أيوة. بالطريقتين صح، بس حاولي تنزليه الاول مع ميه سخنه بتغلي، بعد كده بعد ما يستوي تضيفي الحليب وتضيفي النكهات اللي انت عاوزاها، سواء ايس كريم او قشطه او تضيفي بودره كريم شانتيه، اي حاجه. تمام. هناخد مع بعض نعمل اول صلصه كده، صلصه الطماطم اللي هي الصلصه الاساسيه للكشري. هنعمل مع بعض كده شويه زيت صغيرين. الفكره كلها يا جماعه في النكهه نفسها بتاعت الصلصات اللي انت بتاكلي بيها، بيكون نكهه مختلفه يعني، بس بيكون ظاهر فيها اكتر حاجه الناحيه الشرقيه شويه، اللي هي بتظهر في الخل والثوم والكزبره. تمام. تمام. الكزبره الناشفه دي اهم حاجه، هي والثوم والخل. هي دي اللي بتديكي اي اكله او اي حاجه انت بتعمليها في طواجن، بتعمليها في صواني شرقيه، بتعمليها في خضار على النار مثلا انواع الباميه او انواع الملوخيه، الحاجات دي كلها منهم كمان الصلصه بتاعه الكشري. تمام. هنضيف مع بعض كده الاول الثوم، مع شوية زيت كده بالشكل ده، وعلى طول معاها ننزل
بالكزبرة نحمرهم الاثنين مع بعض عشان احنا محتاجين طعم ونكهة في نفس الوقت. تمام كده طبعا زي ما شفنا مع الشيف محمد طريقة بسيطة وسهلة جدا. أيوة المكونات هي كثيرة وأصناف متنوعة لكن كمان برضو بتدينا الطعم المميز والمذاق المميز وكمان القيمة الغذائية المفيدة ومهمة جدا جدا لصحة أجسامنا اللي بنحتاج لها. زي ما تكلمنا دائما وبنقول إنه العناصر الغذائية مفيدة وكلها الجسم بيحتاج لها، الكربوهيدرات الدهون البروتينات وكمان السعرات الحرارية اللي بتجينا من الكربوهيدرات. الطبق ده فيه نسبة عالية جدا من الكربوهيدرات جاية من المكرونة ومن الرز ومن كمان العدس، وكمان برضو فيه نسبة عالية من الفيتامينات بمختلف أنواعه وكمان من المعادن زي الحديد المفيد جدا جدا لتقوية وزيادة نسبة الدم. وكمان برضو الكربوهيدرات بيساعد إنه بدينا الطاقة بيحتاج لها أجسامنا وكمان لعمل الدماغ والنشاطات الحيوية بمختلف أنواعها. عموما الكربوهيدرات هو من العناصر الغذائية الأساسية جدا جدا لأنها بتوفر لنا الطاقة، عشان كده عندها مصادر كثيرة جدا جدا موجودة في كثير من المواد الغذائية زي طبق الكشري بتاع الليلة اللي هي المكرونة الرز العدس حتى الحمص بدينا نسبة من السعرات الحرارية. نشوف شيف محمد حيمة شنو نرجع ثاني. دكتورة أنا ضفت معها الصلصة معلقتين صلصة خفيفة كده وهنضيف الخل زي ما اتفقنا عشان نديها بقية النكهة بالشكل ده. شوية الخل هي اللي بتعمل لك النكهة والريحة اللي زي ما احنا شميناها كده. أول حاجة بتطلع ما بتطلع لك ريحة الكزبرة والثوم ومعلقة الصلصة كمان، دي الطعم المميز اللي احنا دايما بندوقه في الصلصة بتاعت الكشري. أيوة تمام، دي نكهة الكشري المميزة المعروفة. احنا طبعا النكهات التانية بنضيف فيها بصل وبنضيف بقى بقية البهارات بس بعد ما بنضيف الطماطم والصلصة، لكن احنا النهاردة هنشتغل بس على الخل والكزبرة الطعم الشرقي تماما يعني. تمام، هنضيف بعد كده الطماطم مخلوطة خشنة بالشكل ده، في ناس كمان بتحب تكسرها خشن بالسكينة بس. أيوة. تقطعها كده وبعد كده تاخدها تقيل صوص تقيل جدا يعني. ديت هتكون خلاص خلصت كده يا دكتور، هنضيف لها بس شوية فلفل صغيرين بالشكل ده نطعمها وشوية ملح، ممكن تحط لها شوية شطة كمان أو ممكن تستغنى عنها وتعملي صلصة الخل. أيوة تمام كده بالشكل ده. كمان برضو الطبق ده شيء مفيد مع كل الفئات زي ما تكلمنا عن القيمة الغذائية الموجودة فيه، لكن بالنسبة للناس اللي بيعانوا من ارتفاع السكر اللي بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول بنقول لهم إنه تحاولوا تقللوا نسبة الملح المضافة، لأنه طبعا طبق الكشري بيتميز بأن نسبة الملح بتكون فيه عالية، نحن نحاول بقدر الإمكان نقلل من نسبة الملح المضافة وبالتالي نقدر نستمتع بالكمية أو الكمية اللي حنتناولها. وأهم شيء أننا ما نتناول منه كميات كبيرة، يعني أي زول عنده حالة صحية يراعي للحصة اللي بتناولها يوميا، يعني ما يتناول منه حاجة تزيد عن النسبة المفروض يتناولها عشان ما تزيد له نسبة السكر. زي ما قلنا الطبق فيه نسبة من الكربوهيدرات عالية فبالتالي بتساعد على زيادة نسبة السكر في الدم. بالنسبة للحوامل برضو مفيد جدا الطبق ده لأنه بمدهم بعناصر غذائية كثيرة، أهمها الحديد الموجود في الحمص موجود في العدس بالنسبة للطبق. طيب يا دكتورة عملنا كده أول نوع من الصلصة، الصلصة الأساسية الصلصة الحمراء. أيوة. بعد كده الطريقة اللي أنا هعمل بيها ده يا جماعة ممكن نعمل منها صلصة الشطة وصلصة الخل. طبعا الخل هو المميز بالنسبه لنا مع الثوم، بحب دايما ان احنا ناخد النكهه بتاعه الثوم، في ناس ما بتحب تشوف الثوم نفسها وهو بتاكله، فانت الافضل ان انت تعمليه بالطريقه دي، يعني انت تضيفي الماده الدهنيه تحطي الثوم تطعمي الصوص بيه وممكن تصفيه بعد كده. أيوة. تاخدي النكهه بتاعته. تمام كده بالشكل ده ناخد شويه ماده دهنيه وناخد معاها الثوم، نخليه بس ياخد تحميره خفيفه ما ياخد لون احمر يا دكتوره، يعني بس حاجه ني في ني كده. تمام بالشكل ده توم وزيت. توم وزيت بس نقلبها كده، ويا ريت كمان في ناس بتحب تضيف التوم مفروم وتستعمله برضو، الاثنين طريقتين صح. تمام بس انا بفضل ليه كده عشان ناخد النكهه بتاعته اكتر. كمان هنضيف مع بعض برضو معلقه كزبره كده صغيره، لان الاغلب فيها بيكون اللون بتاع لون الشمار نفسه هو ده اللي احنا محتاجينه اكتر كده بالشكل ده. بعد كده ننزل عليها بالخل، الريحه والطعم والنكهه ديت يا دكتوره هي ده اللي احنا عاوزينها، اللي هي دقه الخل مع الثوم بالشكل ده كده. تمام
تمام. بعد كده بتضيف عليها شويه شمار صغيرين، لان بيكون هاللون داخل على اللون الاخضر شويه بياخد لون الشمار. وبعد كده بتضيفي تزودي عليها شويه ميه صغيرين. تمام تمام يا شيف. برضو كمان الطبق ده بيعتبر بديل مناسب جدا جدا بالنسبه للنباتيين اللي ما بتناولوا اللحوم، بانه بيوفر لهم نسبه البروتينات المحتاجين لها الموجوده بكميه كبيره في البقوليات المضافه اللي هي زي العدس وكمان الكبكبه. وبرضو بتعتبر بديل للعيش، لانه احنا العيش عموما يعني الفائده بتاعته انه بدينا نسبه من الكربوهيدرات اللي هي بتوفر لنا الطاقه المحتاجه لها اجسامنا، فبالتالي احنا ممكن يعني في اطباق بتكون بديله للخبز اللي هو الرغيف، اللي هي مثلا زي الرز، المكرونه، البطاطس، برضو الاطباق المكونه من البطاطس، وكمان برضو الشعير والشعيريه بطرق مختلفه نحن ممكن نعمل منها اطباق نقدر نغير في التناول بتاع الكربوهيدرات، يعني ما نركز على نوع معين من الغذاء، لانه العيش ذاته يعني بيتعامل من القمح، القمح يا شيخ في ناس كثير بيعمل لهم مشاكل صحيه، اللي عندهم مشاكل حساسيه القمح برضه بيعمل مشاكل فيها الهضم بالنسبه لي كثير من الناس، فبالتالي احنا بنقول انه كل ما كان في تنوع يعني في الغذاء، كل ما كان في تنوع في المصادر اللي احنا بناخذ منها العنصر الغذائي، الفيتامينات بمختلف انواعها، لازم ننوع في الفواكه اللي بناخذ منها مثلا فيتامين سي، ما نعتمد على نوع واحد معين عشان برضه ما تحصل لنا اي مشاكل صحيه واضرار، نتحرم تماما من النوع المعين من الخضار او الفاكهه او كمان حتى المصادر بتاعت الكربوهيدرات بمختلف انواعها. طيب يا دكتورة، احنا كده خلصنا مع بعض الصلصة البيضاء او صلصة الثوم مع الخل، وعملنا كمان الصلصة الأساسية اللي هي الصلصة الحمراء بالطماطم والصلصة، هتكون اللون الأحمر ده اللي احنا بنشوفه دايما بيتقدم أكتر شيء، ده على البارد. ممكن تاخدي منه نفس الجزء أو ممكن تعملي دقة تانية بتاعت شطة، تعملي في تفرم الشطة في الخلاط مع شطة حمراء شطة خضراء، تفرميهم الاثنين مع شوية ثوم صغيرين على النار، وتاخدي شوية من الصلصة دي عشان تكون لونها أحمر، أو معلقة صلصة عادية وتقلبيها على النار برضه، وتعملي لها طافية بتاعت خل وعصير ليمون بسيط، وبعد كده تقدم برضو سخنه مع الكشري. تمام، يعني في كذا طريقه ممكن تعملي بيها الصوص نفسه للشطه بتاعه الكشري، في ممكن تعملي دقه خضراء او الشطه الحمراء نفسها العاديه. ايوه تمام كده احنا انتهينا من طبق الكشري، هنعملها مع بعض بتتركب ازاي، ولها اشكال كتيره جدا وعديده، وهنعمل كمان رز بلبن مع بعض، بس هنستاذن حضراتكم نطلع مع بعض فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، انتظروا. أهلا لكم من جديد مشاهدينا، طلعنا فاصل وكان شيف محمد عمل لنا الكشري بطريقة بسيطة ولذيذة وحلوة مع الصوصات المختلفة التابعة عليه، وكمان برضو عندنا الطبق الثاني يا شيف حندخل فيه ولا لسه عندنا؟ دايما دكتورة ما بروح أي محل مثلا بناكل طبق كشري أو بناخد الزيادة فيه بنبقى عاوزين حاجة تهدي شوية، ممكن ناخد معاه عصير أو ممكن تاخدي رز بلبن اللي احنا هنعمله مع بعض النهارده، طبعا من الاطباق المميزه اللي بتتاكل طوالي ورا الكشري. تمام، فبرضه من نفس المكونات اللي انت عامله منها هتخلي كوبايه رز واحده تعملي منها رز بلبن لذيذ جدا وشهي، النكهات بتاعته بتختلف، ممكن تعمليه بالشوكولاته بجوز الهند، تعمليه بالايس كريم، تعمليه ببودره الكريم شانتيه، تعمليه بنكهات الفانيليا بس، دي كلها حاجات طبعا التشكيله بتاعته من فوق بتنهيها طبعا بالفاكهه بالمكسرات، يعني في حاجات كتيره متعدده ممكن تعمليها بيها. تمام، زي ما شفنا مع بعض احنا اول حاجه حطينا الرز مع شويه ميه بنخليها تستوي الاول كويس جدا، بعد كده نضيف الحليب، لان احنا لما بنضيف الحليب يا جماعه مره واحده مع الرز ما بيبقاش كويس، يعني بيطلع معاكي برده ني وفي القرمشه شويه، لكن احنا سايبينه كده بيغلي بيستوي مع بعض لحد ما تحس ان الحبه فعلا استوت، تمسكيها بايديك تتهرس عادي. تمام، ده بالنسبه للرز بلبن. احنا هنعمل دلوقتي الطريقه مع بعض، بس خلونا نطلع نشوف الاول المكونات ونرجع مع بعض مره ثانيه.
دلوقتي شفنا مع بعض مكونات الرز بلبن، مكونات سهله وبسيطه جدا يا دكتوره، بس احنا زي ما اتفقنا يا جماعه النقطه اللي دايما الناس بتغلط فيها ان انت بتخلي الرز يستوي الاول مع الحليب. اول حاجه البخار اللي بيطلع ده يا جماعه بيكون فيه نسبه كبيره جدا من الفوائد اللي موجوده في الحليب، والافضل ان انت تعمليه مع الميه عشان تضمني ضمان او نجاد السوى كويس جدا في الرز. تمام. بعد ما بتحس ان هو خلاص غلي واستوى بالشكل ده بنضيف عليه الحليب زي ما احنا هنشوف كده مع بعض. بنسيبه يكمل برضه سوا شويه، يعني انت اساسا بعد ما تكوني اتاكدتي خلاص تماما ان الرز استوى بتضيفي بعد كده الحليب، القشطه، المكونات كلها، البيضه اللي انت عاوزه تضيفيها، الكريمه، اي شيء. تمام كده خلاص الحليب هنسيبه يستوي معاها، تاخد غلوه شويه تاني، وبعد كده نبتدي نعمل الجزء الاخير من التسويه. هنضيف بقى طبعا معاها شويه فانيليا صغيرين، تحطي روح ميه ورد، ريحه مكسرات مثلا انت عاوزاها، في طعم نكهه موز، نكهه اناناس، اي حاجه من النكهات دي. تمام. طيب يا شيف، دي ما بتضاف طوالي، يعني بنخليه بعد ما شويه مع الافضل ان انت تخليها الاول تستوي كويس وبعد كده نضيف، عشان طبعا الاصنصات والحاجات ديت يا جماعه او الكتر الفانيليا في الرز ومع الغليان بيمرر معاك الصوص نفسه. ايوه تمام، يعني نخليه اخر مرحله. آخر كل مرحلة. الاضافات، كل الاضافات. تمام. حط بس شويه فانيليا كده صغيرين ونخليها بقى تستوي شويه على النار. بعد كده طبعا لما بتيجي تعمليها بتضيف عليها شويه بودره ايس كريم، تحطي أيوة. بودره كريم شانتيه، القشطه، الكريمه، كل الحاجات دي بتديكي طبعا لمعان اكتر، وبتديكي طبعا دسامه، وبتخلي طعم الرز فيه طعم مميز شويه. اكيد برضه بتنفع يا شيف للناس اللي عاوزين يزيدوا وزنهم بطريقه حلوه. لو عاوزين يزيدوا وزنهم بقى دكتوره يبقى احنا نعمل لهم بس بالميه وخلاص. بالميه ويزيدوا وزنهم. الاضافات اللي قال الشيف محمد دي هي بتزيد طبعا الدسامه زي ما هو قال لنا قبل شويه، وكمان بتزيد السعرات الحراريه المضافه. طبق الرز باللبن اللي هو بيحتوي على سعرات حراريه هي ما بتكون عاليه من الرز والحليب شديد، لكن بنزيدها باضافه المكونات الثانيه المختلفه سواء كان القشطه او الكريمه او حتى المكسرات. فبالتالي ممكن ينفع هو بالنسبه للناس اللي عاوزين يزيدوا وزنهم، وممكن نحن برضو ننقص من المكونات اللي هي بتكون اضافيه ونستفيد منه في انه يتناولوه الناس المتبعين حميات كطبق حلو لكن خفيف وشهي جدا جدا، وبساعد كمان على عمليه الهضم، وطبق مناسب جدا بعد طبق الكشري زي ما وضح لنا الشيف محمد. طيب دكتور، طيب جنب دايما لما بناكل اكله شرقيه بنحتاج حاجه طبعا مشهيه اكتر. ايوه صح. فدايما بنحتاج مثلا شويه مخلل، خيار، بنعمل شويه طماطم بالدقه كده بسيطه، كل الحاجات دي يا جماعه بتشجعك اكتر على الاكل. طبعا الدكتوره برضو بتتكلم عن الناس اللي عاوزه تزيد أيوة. وزنهم، فالحاجات دي كلها بتزيد الوزن يا جماعه. صح. هنضيف مع بعض شويه خلطه كده صغيرين، هنعملها زي تركيبه، ممكن تحطيها في البرطمان مع شويه زيت زيتون او زيت عادي، وتحطيهم في الثلاجه، بتحتاجيهم في اي وقت، بس بتحطي تطعيم لانواع الخضار. ودي حاجه كويسه يا دكتوره ان احنا بنعمل خضار فريش. يعني النهارده مثلا مستعملينها مع الكشري، عاملين الطماطم بس، ممكن تستعملي الخيار بس، ممكن تستعملي الجزر، ممكن تستعملي الاسود لما تيجي تقليه او تعمليه مسلوق بالطريقتين. مخللات سريعه بمعنى اصح، بس النهارده عاملينها مع حاجه فريش، ممكن طماطم، شويه طماطم بسيطه ونحط عليهم الدقه دي، بتكون طعمها جميل جدا. تمام. تمام. هنضيف مع بعض شويه توم كده صغيرين، تمام، عصير ليمون، شوية خل صغيرين برضو، ونضيف مثلا لو حبيت تضيفي نص بصلايه مثلا ممكن تجي تديكي قوام حلو، مع الشطه الخضراء بالشكل ده. ايوه، تكوني غسلاها كويس جدا. معلقه بقدونس كده، ونضيف شويه ملح، شويه شطه، شمار، ومعلقه كزبره برضه. بعد كده دكتوره نضيف شويه ميه صغيرين كده عليها. ايوه، عشان تسهل لك بس الخلط. دي دقه سريعه ممكن تعمليها في الخلاط وبتقعد معاكي برضه فتره، بس تديها شويه زيت. تمام. بقت دقة جاهزة عندي خلاص، بعد كده بديها شوية زيت صغيرين
وتخليها تحتفظ بيها عندك في التلاجة، بتقعد معاك فترة طويلة جدا. بس أهم حاجة الزيت يا جماعة عشان تحافظ عليها، لأن طبعا دخل فيها الملح فبديها زي مادة حافظة كده. طبعا دي شيف هتكون سبايسي جدا جدا وحارة شديد يعني، فبننصح إنه الناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي إنهم يبعدوا من التناول حقها نهائيا، لأنه بتسبب بكثرة في الاستعمال بتاعها للقرحة تحت المعدة، وكثير من المشاكل بتاعت الهضم بيعانوا منها كثير من الناس، وكمان برضو ممكن تسبب التهابات في اللسان وفي الفم عموما. فبالتالي بنقول للناس اللي عندهم أي مشاكل أو حساسية ضد الشطة إنهم ما يتناول دقل، لكن هي طبعا لذيذة شديدة يا شيف، وبتفتح الشهية يعني بتساعد على تناول كمية أكبر من الوجبة. وزي ما قلنا هي الكمية، إحنا بنقول كمية أكبر، الكمية المتناولة بتختلف حسب نوع يعني ذكر أو أنثى، يعني راجل أو مرأة، أو حتى الطبيعة بتاعت النشاط العملي للزول ذاته سواء كان رجل أو أنثى. وكمان برضو العمر برضو من الحاجات اللي بتأثر على التناول، الكمية بتاعت التناول بتاعت الأطباق بتاعتنا. وكمان برضو يعني زي ما قلنا الوزن والحجم ذاته بيساعد أو بيأثر على الكمية المتناولة من الأغذية المختلفة. طب دكتورة نيجي هنا مع بعض نعمل كده الخلطة، ممكن تحطيها برا، نستعمل معاها شوية خس صغيرين برضو عشان نهدي برضو الشطة اللي حضرتك اتكلمت عليها دي. أيوة شوية خس كده صغيرين، تمام، نعملهم زي الارضيه برضو، بيتاكل مع نوع السلطه او بيديكي منظر جمالي كمان في الطبق اللي انت عاملاه. اكيد شويه خس، شويه بشر خيار صغيرين، ممكن تعمليهم بالشكل ده. بعد كده نجيب بقى الطماطم، نكون مقطعينها مع بعض ترنشات، تقطعيها مربعات، تقطعيها سمبوكسه، اي شكل انت عاوزاه ممكن تعمليه بيها بالشكل اللي احنا هنشوفه ده كده. يعني ممكن تجيب الطماطم تعمليها بالشكل ده كده، ايوه، نقطعها بس ما بنقطع لحد اللحمه في النهايه، يعني بس بنفتحها بالشكل ده كده، تخليها ماسكه في بعض بس عشان تاخد معاكي الحشوه، بيكون شكلها جميل. تمام كده بالشكل ده. طبعا ذات العرض وطريقه التقديم يا شيف طبعا من الاساسيات كتير في موضوع الاكل. ايوه صح، ممكن نقطعها كده برضو بالشكل ده كده، تقطعيها على اربعه، تقطعيها قطع صغيره مربعات زي ما انت عاوزه، طريقه السلطه اللي انت بتحبيها تقطعيها بيها. تمام كده بالشكل ده. وبعد كده نديها بقى الدقه بتاعتها مع شويه زيت زيتون كده صغيرين، تطلع معاك حاجة جميلة جدا، وبتفتح معاك الشهية وتخلي شهيتك مفتوحة جدا، انت بتقدر تاكلي كمية كبيرة من الكشري. تمام يا شيخ. تمام معاها كده بشوية زيت زيتون صغيرين، وبعد كده نديها شوية دقة صغيرة، تاخدي من الدقة كده عليها وتنزليها عليها بالشكل ده، يكون شكلها جميل جدا معاك. كده انتهينا يا دكتوره من طبق جميل جدا شهي، ممكن تعمليه مع الخيار، مع الجزر، مع الطماطم، مع الاسود، اي شكل انت عاوزاه. وبيطلع يا شيف ممكن يطلع مع كل الانواع بتاعت المكرونات ولا أي الرز والكشري. فينا طبعا ناس كتيره دكتوره بتعرف ان احنا دايما بنحط حاجات فاتحه للشهيه. أيوة. دي من ضمن الحاجات، دايما الشطه يا جماعه هي فاتحه للشهيه. صح. بتاكلك كتير. بس طبعا ما تزيدي منها بنسبه كتير جدا، احنا لسه بنحط حاجات لتطعيم نفتح بها شهيتنا للاكل. تمام تمام. زي ما بنتكلم برضو عن الكميات، بنتكلم برضو كمان عن الاعتدال او التوازن في تناول الغذاء بمختلف انواعه. الليله اطباقنا يعني اغلبيه
المكونات بتاعتها العنصر الأساسي فيها اللي هو الكربوهيدرات. قلنا الكربوهيدرات مهم للطاقة، ففي ناس بيعتمدوا على الحميات الغذائية إنهم يقللوا من تناول الكربوهيدرات بمختلف المواد الغذائية، يعني يقللوا مثلا من تناول الرغيف، يقللوا من تناول المكرونة الرز وكذا، كل المكونات أو الأغذية اللي بتحتوي على الكربوهيدرات، فبالتالي بيحسوا إنه أجسامه نزلت. أيوة هو الجسم بينزل، لكن ما بتنزل الدهون الموجودة في الجسم. نحن لما نقلل تناول الكربوهيدرات بنقلل نسبة الموية أو السوائل اللي بتكون محتبسة تحت الجلد، يعني السوائل اللي بيكون حابسة الجسم تحت الجلد كده بنقلل منها، فبتجي نقصان الوزن من نقصان في الموية في الجسم، لكن ما نقصان في الدهون. فبالتالي لما يكون نسبة الكربوهيدرات قليلة جدا أو نوقف تناول الكربوهيدرات ده بأثر لنا وبسبب لنا مشاكل صحية كثيرة جدا زي الجفاف في الجسم عموما في الجلد، لأنه الجسم بيضطر إنه يستهلك الجلايكوجين الموجود في الجسم المخزن، فبالتالي الاستهلاك الكامل بيؤدي لتقليل الجلايكوجين في الجسم، بالتالي بيؤدي لجفاف في الجسم عموما، بيؤدي لرائحة كريهة في الفم، فبالتالي إحنا بنقول وعرات كثيرة شديدة زي النقصان في السكري برضو، التركيز ذاته بيكون قليل جدا، والخمول والكسل. فنحن بنقول إنه لازم يكون في توازن، لازم يكون في اعتدال في تناول كل العناصر الغذائية، ونوع كمان من العناصر الغذائية بالمكونات الموجودة، يعني رز مكرونة، مرة رز مرة مكرونة مرة رغيف، حسب الحاجة اللي بتأدي لنا تدينا الفائدة والقيمة الغذائية من العنصر الغذائي. إن شاء الله. طيب نرجع بقى للرز بلبن كده مع بعض. هنحط النشا أيوة. او الكورن فلاور بالشكل ده معاه بودره الايس كريم او بودره الكريم شانتيه، تقلبيهم مع بعض تدوبيهم عشان تطلع معاكي ناعمه مع الرز بلبن. تمام. معانا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الاخبار؟ تمام. كيف يا دكتوره؟ تمام تمام الحمد لله. كيفك يا مريتاج؟ والله تمام الحمد لله. الحمد كيف يا مريتاج؟ كويسه؟ كيف يا شيف؟ الله يخليك. تسلم يا رب. الله يسلمك. كيف اخبارك؟ يعطيك العافيه. الحمد لله تمام والله. تفضلي. بسأل يا شيف من خبز التورتيه. خبز التورتيلا؟ خبز التورتيه. خبز التورتيه. حاضر هنعمله لحضرتك حالا الايام اللي جايه دي ان شاء الله. وبقى والدجاج دايما بيطلع مني ناشف بعد قطع احجام كبيره. بتعمليه في الفرن يعني بيطلع منك يعني. ناشف؟ ايوه. تمام. طيب الحاجات دايما يا جماعه اللحوم اللي انت عاوزه تخليها تطلع معاكي لينه ما تطلع معاكي دراي ناشفه كده، بتحطي لها شويه زبادي او حليب عشان تطلع معاكي لينه، لان الزبادي والحليب طبعا بتلين معاكي اللحوم يا دكتوره، بتدي الانسجه ليونه شويه ما بتنشف معاكي في الفرن. تمام. يديك العافيه. الله يخليك. تسلمي يا رب. الله يسلمك. عندك اي سؤال ثاني يا بريتاي؟ ايوه. عندك اي سؤال ثاني؟ والله تسلم معها وتسلمي معها وجنونه لحاجه. تسلم. ربي يديك العافيه. وسعيدين جدا بسمع صوتك. شكرا لك كثير. طيب يا دكتوره هنا لو لاحظنا انا طبعا ما ضفت سكر الا بعد النهايه خالص يا جماعه، بعد ما تحسي خلاص ان الرز، لان طبعا السكر مع الرز ما بيديك التسويه سريعه. تمام. فبعد كده بتطعمي بقى التطعيم اللي انت عاوزاه، سواء سكر او تضيفي مع بعض القشطه، تضيفي البودره زي ما اتفقنا بتاعه الايس كريم، او الحليب المكثف، في ناس بتحب تضيف كريمه مضروبه عادي مفيش مشكله، او الكريمه السايله. تمام. نضيف مع بعض كده القشطه. والسكر ندوبهم كده كويس مع بعض. تمام. تمام كده. ونبتدي نضيف مع بعض بقى الكورن فلاور والبودره بتاعت الايس كريم بالشكل ده. نبتدي نقلبهم ونسيبهم مع بعض لحد ما يستووا كويس جدا. يديك ربط. طبعا احنا نلاحظ ان الرز اللي احنا حطيناه بيدي برضو في نسبه نشويات بتربط معاكي، فهتخلي بالك جدا من حته الكورن فلاور اللي انت بتضيفيه. يعني تحاولي تخلي النسبه بسيطه، لان هو طبعا كل ما بيبرد بيتمسك اكتر معاك. تمام. هنسيبه مع بعض كده يستوي مع بعض شويه، وهنبتدي برضو نعمل مع بعض عصير الموز بالشوفان. بس هنستاذن حضراتكم نطلع مع بعض فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. انتظروا.
ورجعنا مع بعض مره تانية في برنامجنا وبرنامجكم نكهه خاصه. وزي ما شفنا مع بعض قبل الفاصل احنا عملنا دكتوره الرز باللبن بطريقه جميله جدا، الناس كتير بتعرف ازاي تعمليه، بس بتطلع معاك الحبه شويه زهره في الرز باللبن. انا عايز الرز باللبن بيكون لين جدا كله طعم مع بعض في الاكل. تمام، نبتدي نزينه بقى طبعا بشويه مكسرات، شويه فول سوداني، شويه لوز، بندق، نحط عليه شويه فواكه، ممكن تحط عليه بوله بتاعه ايس كريم، ممكن تنكهه برضو النكهه ديت بالشوكولاته مع شويه كاكاو صغيرين بيطلع لك رز باللبن بالشوكولاته. كل دي نكهات كتيره جدا ممكن تعتمد عليها تعمليها بيها. تمام، ممكن تحط عليها شويه شوكولاته كده صغيرين برضو، هو سخن طبعا او هو بارد برضو بتنزل عليها بيكون شكلها جميل جدا بالشكل ده. ممكن نحط شويه جوز هند برضو بسيطه كده تديها نكهه جميله جدا. وكنا عملت طبق مميز جدا يتاكل بارد او سخن مع طبق الكشري مهدئ يعني شويه دكتور بعد كده. الشطات والصلص والحاجات الجميله اللي احنا عملناها دي. تمام، استنى بدك يا شيف محمد. تمام، شفنا مع شيف محمد طريقه عمل الرز باللبن بطريقه شهيه جدا ولذيذه، وكمان برضه ممكن يتناولوه زي ما قلنا الناس اللي عاوزين يزيدوا وزنهم بالطريقه اللي عملها بها شيف محمد دي لزياده الوزن، اصلا ما فيها اثنين ثلاثه يا شيف، لكن احنا ممكن نقلل من المواد الدسمه المضافه للرز باللبن، وبالتالي نستفيد من القيمه الغذائيه الموجوده فيه، وكمان نسبه الكربوهيدرات اللي تكلمنا عنها في حلقه الليله، وكمان برضه انه بيحتوي على عنصر الكالسيوم الموجود في الحليب المفيد ومهم جدا جدا اللي هو للحماية من هشاشة العظام والحفاظ على صحة الأسنان، وكمان برضو بيحتوي على العناصر الغذائية اللي هي زي الألياف المفيدة ومهمة جدا جدا في عملية الهضم، فبالتالي بيعتبر هو سهل الهضم وبساعد على عملية الهضم، وكمان برضو مفيد للناس اللي عندهم مشاكل حساسية الجلوتين الموجودة في القمح، بيعتبر طبق بديل وحلو ولذيذ جدا بالنسبة لهم. يا ريت نقدر نعمله ونستفيد من القيم الغذائية الموجودة فيه إن شاء الله دكتورة. طبعا احنا قلنا برضو عندنا عصير برضو مهدئ، ممكن الناس ما بتحب تاكل رز ولبن على الحاجات الدسمة ده دكتورة، عندنا عصير خفيف جدا وممتاز مع الشوفان والموز والزبادي. خلونا نشوف مع بعض المكونات ونرجع مع بعض مرة. بعد مره ثانيه وزي ما شفنا عصير مميز جدا مع الشوفان والزبادي، بنضيف شويه ثلج لو حسب الرغبه دكتوره، ونضيف موز كده بالشكل ده معاه زبادي، ايوه نضيف عليه برضو الشوفان. الشوفان طبعا حسب الرغبه، بس على كل كوبايه زبادي مثلا ممكن تحط معلقه واحده كبيره من الشوفان. تمام، زي ما احنا شايفين كده دي كوبايتين مثلا زبادي، بعد كده نضيف اخر حاجه طبعا التحليه احسن بدل السكر، نضيف عسل نحل بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده مع بعض، ونبتدي نقلب مع بعض المكونات. عصير مميز يا دكتوره وشهي وخفيف كمان وصحي جدا وبيعمل سرعه هضم اكيد يا شيف.
من المكونات الموجودة فيه، لأنه زي ما عارفين إنه الموز بيحتوي على نسبة عالية من الألياف وكمان بالأخص البكتين، وكمان فيه نسبة من المويه، فبالتالي بيساعد على عملية الهضم بصورة كويسة جدا جدا. ممكن يعتبر يعني عصير مناسب زي ما قال الشيف بديل عن الرز باللبن مع الكشري أو أي أكلة تكون حارة، ونستفيد من العناصر الغذائية الموجودة فيه، وبيحتوي برضو على السكريات اللي هي بتكون سريعة الهضم. يعني إحنا مثلا إذا تناولناه ممكن زول جاءوا انخفاض في السكري فجأة، ممكن نديه حبة موزة اللي هي من السكريات البسيطة فيه وبتتحلل سريع في الدم. وكمان برضو الشوفان بيحتوي على كثير من العناصر الغذائية المفيدة جدا، وبرضو يعتبر من مصادر الكربوهيدرات اللي بيحتاج لها الجسم. وزي ما قلنا نحن حتى إذا متبعين حمية غذائية لتنزيل الوزن لازم نتناول كل العناصر الغذائية عشان الجسم بيحتاج لها، وعشان يعني ما تعمل لنا أي خلل صحي. فبالتالي تناول الشوفان مفيد ومهم جدا جدا، بيحتوي على عناصر غذائية كثيرة، زي كمان بيحتوي لنا على المغنيسيوم المفيد ومهم جدا جدا. كثير من الناس بيعانوا من الصداع النصفي، والصداع عموما هو من الأعراض بتاعته والآثار بتاعته أو أسبابه الأساسية اللي هو بيكون نقص المغنيسيوم في الجسم. فبالتالي احنا تناول الأغذية اللي بتحتوي على عنصر المغنيسيوم بتكون مفيدة جدا، وبتساعد على التخلص وتفادي مشكلة الصداع النصفي. طيب دكتور كده انتهينا مع بعض من العصير، بقى فاضل خلاص اخر حاجه الكشري. ايوه نعملها مع بعض. ممكن نضيف مع بعض الاول الصلصات. ايوه نعمل الصلصه الاولى بتاعه الثوم بالشكل ده زي ما اتفقنا، ممكن تصفيها لو الناس ما بتحبش تشوفه. كمان برضو يا شيخ نرجع عليه الرز باللبن والسموزي الموز مع الشوفان والحليب، هي بتكون من الأغذية برضو المفيدة جدا بالنسبة للأطفال اللي هم في بداية التناول بتاع الأغذية، يعني بعد 6 شهور هي بتكون أغذية مفيدة ومهمة جدا بالنسبة لهم. ممكن نتجل حتى الموز بالزبادي شوية ونديهم له، لكن بكميات بسيطة. طبعا احنا أهم حاجة إنه أي غذاء نديه للأطفال في بداية مرحلة التناول إنه ما يكون بكمية كبيرة، يكون كمية بسيطة جدا. نلاحظ لها التغيرات اللي بتحصل للطفل، مثلا لا قدر الله جاءه إسهال، جاءه استفراغ، حس بإنه ما قادر يتناول، ما مشكلة، ما نخاف من الحتة بتاعت إنه يعني أبا رفض التناول بتاع الحاجة دي. نحن ديناه له والليلة تاني نعيد إنه نديها له تاني بعد أسبوع، يعني ننوع له ونشكل له. ممكن هو في اللحظة دي أخذ منها جرب المزاق بتاعه لأنه لسه بكون عاوز استطعم، ممكن حتى الفترة دي ذاتها في تغيير في المزاقات بالنسبة له، ممكن حتى تاني بعد أسبوع نديه نفس الحاجة تنفع معه ويقدر يتناولها بصورة كويسة. وبرضه زي ما قلنا نراعي للتغيرات اللي بتحصل له عشان نتفادى كل الأغذية اللي بتسبب له مشاكل صحية. دكتورة بنعمل دايما طبقة مكرونة كده، في ناس بتحب تلخبط طبعا كل الحاجات مع بعض، بس الافضل انت تعمليها طبقات ادام انت عندك الامكانيه انت تعملي حاجه زي دي، ويكون الطبق شكله مميز كمان. تمام. الناس بتحب طبعا تلخبط الحاجات كلها مع بعض، بس الفرد احسن ان هو يلخبطها لوحده. نضيف طبقه رز كده بيكون سخن طبعا بيسخن لك المكرونه معاه زي ما احنا شايفين كده، بالاضافه طبعا الصوص بيكون سخن. ايوه نعمل طبقه كده من الرز، ممكن تحطي طبقه ثاني برده من المكرونه على حسب الرغبه، شويه صغيرين كده كده. ونضيف بعد كده طبعا العدس عليها والحمص، الاضافات الجميله اللي انت ممكن تضيفيها عليها. بس بعد ما بتضيف طبعا الرز والمكرونه اول شيء، بعد كده الاضافات دي ممكن تكون على الوش او ممكن تلخبطيها برده معاها. في ناس كمان بتحب تعمل الرز معاها العدس على طول، ممكن تعمليه بنفس الطريقه مفيش مشكله. تمام. برضه يا شيف عاوز انبه تنبيه انه مثلا حتى الناس اللي بيعانوا من القاوت ممكن يعتبروا الطبق ده يعني الكشري يعتبروه بدون يا شيف عدس وبدون حمص، عشان يقدروا برضه يستفيدوا من القيمه الغذائيه الموجوده في المكرونه والرز، لانه هم البقوليات طبعا بالنسبه للناس المصابين بالقاوت بنمنعوا منها بالذات في الفتره بتاعه الالتهاب الحاد بالنسبه لهم. طب دكتور نبتدي نضيف مع بعض كده الحمص بالشكل ده. تمام. نحاول دايما شكل التقديم نفسه يا دكتور برضو يكون مثلا شكل طولي، شكل تحطي الحاجات بزوايا، عشان لو في حد ملوش الرغبه انه ياكل حاجه معينه بيقدر بسهوله يشيلها. صح. عشان كده بنفضل دايما ان احنا ما نلخبطش الحاجات كلها مع بعض كده بالشكل ده. عدس مثلا
تكون المكونات كلها ظاهرة معاكي، مكونات الرز والمكرونة والعدس مع الحمص والبصل اخر حاجة طبعا بتضيفها عليها، وبعد كده الصوص. تمام اخر حاجة طبعا بنضيف البصل محمص كده كمية المناسبة، اللي هو شايف انت قلت عشان القرمشة بتاعت البصل نكون ملخبطينه بدقيق وحبة ملح، معلقة نشا صغيرين بس. طبعا من الاول الافضل ان انت تنقعيه في شوية مية تمام عشان يفقد شوية من نسبة المية اللي فيه، ولما تيجي تصفيه بيطلع معاك مقرمش احسن كمان. تمام كده بالشكل ده. وكده طبق الكشري هنضيف عليه بس شوية صوص صغيرين كده، اللمعة الاخيرة اللي احنا بنقول عليها بتاعت الصوص اللي انت بتشوفيه طبعا مع طبق الكشري ده. يا شيف دي هتحطهم هنا مع الطبق قدام صح؟ ان شاء الله. شفنا مع الشيف محمد الليلة أطباق شهية ولذيذة ومتنوعة، وكمان تعتبر بدائل بالذات في فصل الخريف، ومفيدة ومهمة جدا لصحة أجسامنا من العناصر الغذائية الموجودة فيها اللي تكلمنا عنها خلال الحلقة. شكرا يا شيف محمد، تسلم يدك. نتمنى إن شاء الله تكون أطباق شهية بالنسبة لكم، أطباق شرقية محبوبة، والروائح الحلوة اللي أنتم بتعملوها في البيت هي ده اللي بتميز نكهتكم الخاصة. وزي ما تعودنا في نهاية كل حلقة بنقول لحضراتكم في أمان الله.